السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو طريقة بسيطة لمعرفة رقم جوالك فودافون في دولة قطر. الطريقة سهلة جدا، ما عليك سوى الضغط على نجمة 129 شباك ونضغط على إجراء مكالمة جاري تشغيل الرمز. ستظهر لنا هذه الرسالة، ستصلك رسالة خلال دقيقتين تتضمن تفاصيل الحساب الخاص بك، يعني هذه الرسالة ستصلك من شركة فودافون بدولة قطر فيها جميع تفاصيل رقمك الجوال. فكما تشاهدون هذه هي الرسالة التي وصلتني، فيها جميع المعلومات المتعلقة برقم جوال فودافون. أتمنى أن يكون الشرح مبسط واستفدتم. ادعموني بلايك واشتركوا في القناة، وشكرا لكم.